تاني هنرجع لموضوعنا. لو احنا قلنا ان في حالة ان حصل عطل، انا هضرب مثال برضو بدايرة التراك اللي انتوا اخدتوها، دايرة التراك الكهرباء، لو الجزء ده منهم التو اوت اوف تو ده بيحكم على تراك معين وحصل عطل في كارتة واحدة، ايه اللي هيحصل يا شباب في السيستم؟ حد يعرف؟ مش هيشتغل، يعني بمعنى ايه مش هيشتغل؟ مش هيشتغل، يعني ايه برضو؟ هيدي بيان ان التراك مشغول. ممتاز. يبقى السيستم في الحالة دي هيديني بيان، هيديني السيستم في الحالة دي هيديني بيان مشغولية للتراك بالظبط، كأن مثلا عازل، كأن في كسر في القضيب، كأن في مشكلة مثلا في المحول الخافض او المحول الرافع، ايا كان، يبقى هيديني بيان لان في مشغولية قطر واقف على السيكل. بالظبط. يبقى هيديني بيان مشغولية، هو التراك مش مشغول ولكن هيديني بيان مشغولية لأن كده معطل. طب كده حصل مشكلة ولازم نعالجها. أيوه طبعا في مشكلة ولازم تتعالج. تعال نشوف تطور لأنواع التكرارية. يبقى التو اوت اوف تو ده كان نظام قديم وحصل مشكلة إن لازم يكونوا الاتنين شغالين، لا أنا هبدأ بقى أستغنى عنه. طب هطوره بإيه؟ حصل تطوير ليه، عملوا إيه يا شباب؟ بصوا النوع ده اسمه تو اوت اوف تو مالتبلايد باي تو، يعني مضروب في نفسه مرتين. يعني بدل ما كنت لو انا اخدت الجزء ده فقط، الجزء ده هلاقيه 2 اوت اوف 2 لوحده مظبوط، والجزء الثاني 2 اوت اوف 2، هاخدهم الاثنين وادخلهم على دايره اور. ليه بقى يا شباب هدخلهم على دايره اور؟ تعال نشوف مع بعض. هاخد الجزء الاول اللي هو بي 1 وبي 2 وهقول ان الاوتبوت بتاعهم هيبقى سي 1، والجزء الثاني اللي هو بي 3 وبي 4 والاوتبوت بتاعه السي 2. ليه بقى هدخلهم على دايره اور؟ هاخد مثال، لو انا قلت لك ان البي 1 بصفر، يعني البي 1 معطل، الكارت رقم واحد معطله، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي ان الاند الاولى دي داخل لها صفر وواحد، يبقى السي 1 هتطلع بكام يا شباب؟ هتطلع بصفر صفر. مظبوط. تعال ناخد الجزء الثاني، عندي البي 3 بواحد والبي 4 بكام؟ بواحد، داخلين على دايره اند، هتطلع بكام؟ بواحد. بواحد. طب صفر واحد داخلين على دايرة اور هتطلع بكام؟ طلع بواحد. بواحد. واحد واحد. ممتاز. يبقى انا هنا حطيت الاور في النهاية علشان لو عندي اي عطل في اي كارتة ما تأثرش على السيستم بالكامل. يبقى انا عندي ثلاث كروت شغالين وكارتة معطلة، السيستم كده ما تأثرش بالكامل، كده الامور مستقرة والسيستم شغال. طب لو في كارتتين معطلين اللي هو بي 1 وبي 2، طبعا السيستم هيتعامل مع الجزء الاول ده هيلغيه كله بالكامل، لان انا عندي البي 1 طالما معطله يبقى الاند دي كلها هتطلع بصفر، معنى كده ان السيستم مش هيعتمد على الجزء ده، هيعتمد على الاثنين بس اللي هو بي 3 وايه وبي 4. طب ايه مشكله الجزء ده برضو لما جم يشتغلوا بيه؟ لو اتعطل اثنين مختلفين، يعني ايه اثنين مختلفين؟ يعني لو بي 1 مثلا يعني بي 1 وبي 3 بي 3 مثلا، هيطلع لي الاند دي بصفر والاند دي بصفر، هيطلع السيستم كله بصفر، يبقى انا رجعت تاني برضه لنفس المشكله. واضحه يا شباب والامور ماشيه معانا؟ تمام. طيب تعال نشوف ايه الحل الاخير، والحل ده اللي هو شغال عندنا، مازال شغال بقى دلوقتي في المشروعات الحديثه، هتلاقيه شغال عندكم في خط اليوبشي بين القناطر، اللي هو شغال بحاجه اسمها 2 اوت اوف 3. يعني ايه 2 اوت اوف 3 يا شباب؟ يعني خارجين من ثلاث كروت، يعني انا عندي ثلاث كارتات والسيستم ممكن يعتمد على اثنين. تعال بقى نشوف التو اوت اوف 3 وهو ده الحل الثالث بتاعنا في الريدندنسي او التكراريه. ركزوا معايا جدا فيها يا شباب. هتلاقيه عندي عشان تتعلم الرسمه ببساطه، تعال نفتح كده معانا، تعال نفتح، بصوا يا شباب دي الوايت بورد، علشان تتعلم الرسمه اللي هي بتاعت التو اوت اوف 3 باختصار شديد، هتعمل هنا ده بروسيسور 1 ماشي، وده بروسيسور 2 وده ايه بروسيسور 3، هاجي قدام كل واحد واعمل دايره اند ماشي، بلاش حد بس يشتغل، كل واحد هوصله بالاند بتاعته، يبقى بي 1 وبي 2 وبي 3 كل واحد ايه بالاند بتاعته. ركز بقى معايا في الخطوه اللي جايه، هاخد البي 2 يا شباب واوصلها بالاند بتاعت بي 1 تمام، والبي 3 هوصلها مع الاند بتاعت البي 2
كده البي 1 والبي 2 متوصلين مع بعض هنا، والبي 2 والبي 3 متوصلين مع بعض هنا، باقي ايه اللي مش متوصلين مع بعض؟ ممتاز. البي 1 والبي 3، بي 1 وبي 3 ممتاز. يبقى هاخد وصله من البي 1 ووديها على البي ايه 3. يبقى انا ضمنت باللي انا عملته ده ان الثلاث خروج مع بعض متوصلين، كل اثنين فيهم متوصلين مع بعض. هقول دي سي 1 ودي سي 2 ودي ايه سي 3. دي بس البدايه بتاعت الرسم. تعال نشوف بقى الرسمه الاصليه مع بعض عشان نفهم بيها التفاصيل. هي دي الرسمه اللي انا قايل لك عليها. يبقى البي 1 والبي 2 والبي 3، هلاقي هنا البي 1 معاها الاند بتاعتها، والبي 2 معاها الاند بتاعتها، والبي 3 معاها الاند بتاعتها. هاخد وصله من البي 2 هوديها مع البي 1، وصله من البي 3 هوديها مع كده. مش زهره يا باشمهندس؟ كده مش زهره؟ ده زهره. طيب اقفلوا المايك بقى لو سمحتوا. البي 1 كده واصل مع البي 2 مع الاند الاولى، والبي 2 واصله مع البي 3 مع الاند الثانيه، والبي 3 مع البي 1 مع الاند الثالثه. طيب ده بيعني ايه يا شباب؟ تعال بقى نتكلم مع بعض بالتفصيل. هدي لك مثال. لو البي 1 بتساوي صفر يعني الكارته الاولى معطله. الكارته الاولى ايه؟ معطله. هناخد المعادلات دي ونعوض فيها. ان السي 1 بتساوي ايه يا شباب؟ بي 1 في بي 2، والسي 2 بتساوي بي 2 في بي 3، والسي 3 بتساوي بي 3 في بي 1. كل اثنين كارتتين متوصلين مع بعض. طيب انا قلت لك المثال ان البي 1 بتساوي صفر. تعال نعوض في المعادلات. البي 1 بصفر يبقى صفر في 1 هيديني كام؟ 1. طب السي 2، السي 2 البي 2 والبي 3 بواحد، يبقى 1 و1 بكام؟ بواحد برضو. طيب تعالى بقى السي 3 بكام؟ لا تاني يا شباب، تاني. انا قايل لك ان البي 1 بكام؟ المفروض يبقى بصفر، بس انت حضرتك قلت 1. ايوه صح كده. يبقى البي 1 بصفر. يبقى لما اجي اعوض في المعادلات صفر في 1 بكام؟ بصفر. طب البي 2 والبي 3 انا قايل بواحد عادي، يبقى البي 2 في بي 3 بكام؟ بواحد. طب البي 3 في بي 1 اللي هو بصفر بيبقى بكام؟ بصفر. يبقى اصبح صفر. يبقى هتلاقي عندي النتيجه هنا كام؟ صفر صفر واحد صفر. صفر وواحد وصفر الثلاثه داخلين على دايره اور، النتيجه تكون ايه يا شباب؟ واحد. اي واحد فيهم بي 1 بكام؟ تاني طلع ورقه وقلم انت، هو لو معاك او لو مش معاك ركز معايا. انا قايل لك البي 1 بكام يا شباب؟ البي 1 صفر صح؟ البي 1 بصفر. صفر. والبي 2 والبي 3 اهم بكام؟ بواحد. واحد. يبقى البي 2 والبي 3 بواحد. طيب لو انا دلوقتي عندي في المعادلات البي 1 بصفر يبقى داخل على اند صفر، والبي 2 اللي هي بواحد، صفر وواحد داخلين على اند هتطلع بكام؟ صفر. صفر. يبقى السي 1 بصفر. يبقى السي 1 بصفر. طيب البي 2، البي 2 بواحد، والبي 3 بواحد. البي 2 والبي 3 داخلين هنا، يبقى السي 2 بكام؟ واحد. واحد وواحد، يبقى يبقى الاوت بتاعهم واحد. طيب البي 3 والبي 1، البي 1 بكام؟ صفر. صفر. والبي 3 بواحد. صفر وواحد داخلين على اند هتطلع بكام؟ هتطلع صفر. صفر. يبقى اذا سي 1 بصفر، والسي 2 بواحد، والسي 3 بصفر. صفر وواحد وصفر داخلين على دايره اور هتطلع بكام؟ يطلع واحد. يطلع واحد. يبقى السيستم هنا عمل ايه يا شباب؟ السيستم عندي شغال واقل عدد من الكروت. يعني ايه؟ انا هنا كنت محتاج استخدم اربع كروت علشان يدوني حاجه، لا انا هنا استغنيت عن العدد ده كله واستخدمت ثلاث كارتات بس، والسيستم ما زال عندي شغال كويس، وكل اثنين منهم انا ضامنهم على دايره اند واحده. يعني لو واحده اتعطلت انا على الاقل ضمنت دايره اند شغاله على ما اصلح العطل اللي في الكارته الثالثه وارجع ادخلها تاني الخدمه. يبقى السيستم بيفضل شغال ما بيعملش شت داون لحد ما يحصل عندي ان انا اعالج الخطا اللي عندي في الكارته الاساسيه. في اي مشكله في اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي يا شباب؟ باشمهندس احنا فرضنا ان بي 1 بصفر، ولا هي اصلا بتبقى حط بصفر؟ لا لا انا بقول لك انا بفترض لك عطل. انا دي بفترض لك كمثال. الاساسي طبعا ان بي 1 وبي 2 وبي 3 الثلاثه بيكونوا شغالين وبيبقوا واحد، ده لازم. انا بفترض لك ان حصل عطل في الكارته رقم واحد اللي هي البي 1. مجرد ما بيحصل عطل انا بعرفك ان السيستم بيحلل الكلام ده كله وبيدخل على لوجيك جيتس
وبيفضل شغال زي ما هو لحد ما انت كفني صيانه تروح تصلح العطل اللي في الكارت رقم واحد. مجرد ما بتصلح العطل اللي في الكارت رقم واحد بتدخل في الختمه تاني وبيرجع تاني الثلاثه ايه شغالين. ده الوضع الاستيبل، لازم يكون الثلاثه شغالين. انا بفترض لك ده مثال لو حصل عطل عندي في كارت من الكروت. ان شاء الله هبعت لكم الكلام ده كله، هبعت لكم اللي انا شرحته، وهبعت المثال اللي هو بتاع هبعت لكم الريدندنسي الجزء اللي هو بتاع التكراريه. يا باشمهندس لو كارتتين باظوا هيقفل النظام؟ ما هو ما تستعجلش بقى، هجاي لك في الكلام ده. هبعت لك الكلام ده كله وهبدا ادي لك امثله. يعني ايه؟ هقول لك، هبعت لك الشرح بتاع الحاجات دي واقول لك عوض لي عن المعادلات دي في حاله مثلا ان البي 1 والبي 3 بتساوي صفر، وطلع لي النتيجه النهائيه. هتقول لي ان الاو بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. السي 1 هنا قلنا بصفر، ودي بواحد، ودي بصفر، هتعوض صفر واحد وصفر. هتقول لي ان الاو في الحاله دي بكام؟ بواحد. طب لو انا اديتك معطيات ان في 2 بصفر، يعني في كارتتين معطلين، هتبدا بقى انت تعوض في السيستم. انا مش هقول لك عليها دلوقتي، دي هديها لك كنشاط تعملها انت وهتبدا تبعتها لي. اه كده برضه هيبقى صفر في الاخر، لان اي 2 داخلين مع بعض فيهم صفر هيطلع صفر. ما تجاوبش، ما تجاوبش. ماشي باشمهندس، هي متسجله المحاضره دي؟ متسجله وهرفعها لكم على القناه وهبعتها للمستر ان شاء الله. السلام عليكم يا باشمهندس. طيب نكمل، نكمل يا شباب بقى. في جزء تاني مهم جدا في نظام الارتباط الالكتروني. هناخد الهيكل الاساسي لنظام الارتباط الالكتروني. يعني ايه الهيكل الاساسي لنظام الارتباط الالكتروني؟ زي ما احنا عارفين ان اي سيستم عندنا في الاشارات بيتكون من المكونات الداخليه والمكونات الخارجيه وادوات الربط بينهم. اقفلوا المايك يا شباب لو سمحتوا. المكونات الداخليه اللي هي جوه البرج، والمكونات الخارجيه اللي هي الاجزاء اللي على السكه كلها، وادوات الربط بينهم بقى كان الكابلات او اي شيء. تمام؟ يعني لو شغال لاسلك في اي حاجه او كابلات او الكلام ده، هي دي ادوات الربط بينهم. من ضمن الحاجات يا شباب، حاجه مهمه جدا عندك في الاي اي اس او نظام الارتباط الالكتروني، كمبيوتر الصيانه او جهاز تسجيل الاحداث وبيان الاعطال. هو ده اللي انا عايز اكلمك عنه في الجزئيه دي. ايه هو جهاز تسجيل الاحداث وبيان الاعطال؟ لو جيتوا تنزلوا عملي في خط اليوبشي بين القناطر ودخلتوا اي برج من الابراج هناك او اي محطه هناك، لو دخلت في المكونات الداخليه بتاعت اكياس الاشارات هتلاقي جهاز كمبيوتر بيطلق عليه كمبيوتر الصيانه. كمبيوتر الصيانه ده ليه كذا فايده، من ضمن اهم فوائده تسجيل الاحداث، بيان الاعطال، استخدامه في تحليل الحوادث. يعني ايه؟ تسجيل الاحداث بيسجل الاحداث اللي بتحصل ثانيه بثانيه. يعني في اللحظه دي الاشاره دي فتحت باللون كذا، المزلقان اتفتح او البوابات اتقفلت، اللي هنا تم اعداد الطريق، كل الاحداث دي بتتسجل على الجهاز اوتوماتيك. يبقى ده بيستخدم في تسجيل الاحداث. طب رقم 2 بيان الاعطال. لو حصل اعطال او انت لو نازل تعمل صيانه وعايز تشوف ايه الاعطال اللي موجوده، في شاشه اسمها شاشه الاعطال بتدخل على كمبيوتر الصيانه تبين الاعطال اللي موجوده عندك سواء داخليا او خارجيا عشان تبدا تعمل لها صيانه. رقم 3 تحليل الحوادث. لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل اي حادثه، رقم 1 الصاله دي بتتقفل وبيبدا يتعمل فريق فني للتحقيق في الحادثه، بيروحوا يفرغوا الاحداث اللي انا لسه قايل لك الجهاز بيسجلها، بيفرغوها على فلاشه ملف تكست، وبتبدا يتحلل الاحداث دي، يشوف الثانيه دي كان فيها مشكله ايه، والثانيه دي حصل ان المزلقان اتفتح وتم اعداد الطريق. يبقى يبدا يحلل الاحداث اللي حصلت دي، من خلال تحليل الاحداث يقدر يعرف ان المشكله في الحادثه كانت عند مين، وعلى اساسها يقدروا ايه ياخدوا رد فعل معاها. ده اللي انا كنت عايز اتكلم عليه من ضمن الهيكل الاساسي لنظام الارتباط، اسمه ايه؟ جهاز تسجيل الاحداث او كمبيوتر الايه؟ الصيانه. وده لو جينا نشوفه هنا في الشكل اللي موجود معانا يا شباب، هتلاقيني بقول لك كنترول سنتر، اللي هو المقصود بيها الايه؟ الاجهزه الداخليه. والتراك سايد اللي هي كل ما هو خارج على السكه. والداتا لينك اللي هي ادوات الربط بينهم. تعال نشوف الكنترول سنتر ايه هي الاجزاء الداخليه. هتلاقيني انا بقول لك هنا يا شباب البانل، السيجنال بانل اللي هي لوحه التحكم بتاعتنا. خلاص؟ طيب من ضمن اهم الحاجات اللي بتعملها، شايفين هنا مايكرو كنترولر، مايكرو كمبيوتر انترلوكينج. المايكرو كمبيوتر اللي هي الكروت اللي انا لسه قايل لك عليها، الكارتات بتاعتنا. لما الامر بيروح وبيروح للكارته قبل ما بيخرج على السكه تحت علشان يتنفذ، شايف هنا الاسهم دي بيروح على حاجه اسمها ايه؟ تكنيشن تيرمينال، اللي هو اللي انا لسه بتكلم عنه، اللي هو ايه؟ جهاز تسجيل الاحداث، اسمه تكنيشن تيرمينال. تمام؟ بيروح يسجل الحدث الموجود، الامر اللي هو اتاخد، وليكن انا اديت امر اعداد الطريق.
امر اعداد الطريق هينزل من لوحه التحكم هنا يروح على الكارتات اللي انا لسه متكلم عنها من شويه اللي هي شغاله ب 2 اوت اوف 3. قبل ما بينزل على السكه امر اعداد الطريق يتنفذ بيروح يتسجل على جهاز تسجيل الاحداث ثم يروح بقى على السكه ويتنفذ الامر. طب بعد ما بيتنفذ الامر مش انا لازم يرجع لي فيدباك من على السكه؟ انا كواحد شغال على فن تشغيل قاعد على لوحه التحكم بدي امر اعداد الطريق، مش لازم يرجع لي فيدباك اشوف ان الطريق فعلا تم اعداده ولا في مشكله؟ اكيد طبعا. الاسهم هتلاقيها هنا نازله وهنا طالعه. نازله دي يعني معناها ان هي رايحه للسكه بتتنفس. طب اللي راجع هيرجع لي بقى الفيدباك، هيرجع لي على لوحه التحكم. طب قبل ما بيوصل على لوحه التحكم شوف هنا الفيدباك وهو راجع ايه اللي بيحصل؟ بيروح على جهاز التكنيشن تيرمينال يتسجل الاول. يبقى هنا تسجل ان تم اعداد الطريق، وهنا رجع له ان فعلا خلاص الطريق عد وامن ومفيش اي مشكله فيه. بعد كده بيروح على الايه؟ على الكارتات اللي بيرجع لها البيان ان الطريق امن او التراك خالي او التراك مشغول. بعد الكلام ده كله طبعا الكلام ده بيحصل في جزء من الثانيه. بعد ما بيحصل كل ده بيرجع يروح على فن التشغيل على لوحه التحكم. اذا كده الكارتات خدت الامر وجهاز تسجيل الاعطاء او تسجيل الاحداث سجل الحدث اللي فن التشغيل خده، والبيان اللي رجع له من على السكه سواء الطريق عد او الطريق فيه ايه؟ فيه مشكله. مش هطول عليكم عن كده، هنكتفي بالجزء ده النهارده عشان ما يبقاش صعب. ان شاء الله هتبقى سلسله محاضرات، يعني بعد كده هنكمل مع بعض شويه في الاشارات. هنكتفي النهارده بس بالجزء اللي اخذناه، وباذن الله هنكمل مع بعض في سلسله محاضرات جايه ان شاء الله. يعني دي هتبقى ماده ثالثه يا باشمهندس؟ الايه؟ هتبقى ماده ثالثه؟ لا مش ماده ثالثه ولا حاجه. انت كواحد الفرق بينك وبين الفني العادي اللي انت لازم تكون عارف التفاصيل الالكترونيه الموجوده جوه الكارتات اللي معتمد عليها نظام الارتباط. ما تكونش مجرد ان الكارته دي شغاله والكارته دي معطله خالص. في اي مشاكل يا شباب؟ في اي حد عنده اي استفسار في الكلام اللي انا قلته؟ باشمهندس احمد ممكن أيوة. تراجع لنا على اللي فات يعني بعد اذنك بس واحد واحد بس كده اتفضل. الرسمه الاخيره ثاني بس يا باشمهندس معلش. الايه؟ الرسمه الاخيره ثاني. اللي هي الرسمه الاتو اوت اوف 3؟ لا اللي هي الرسمه بتاع الجهاز الكمبيوتر وكده. والاسهم اللي طالعه الاسهم اللي نازله. ماشي حاضر ثواني. بصوا يا شباب تاني هنعيدها مع بعض. ده الهيكل الرئيسي بتاع نظام الارتباط الالكتروني. الهيكل الرئيسي زي ما احنا اتفقنا ان اي نظام بيكون فيه مكونات داخليه وبيكون فيه مكونات خارجيه. بس بتحمل لي هندسه ثانيه كده واضحه ولا مش واضحه؟ لسه بس تمام تمام. طيب زي ما احنا اتفقنا يا شباب ان اي مكونات لنظام ارتباط بتتكون من ثلاث حاجات: مكونات داخليه اللي هي جوه البورد، مكونات خارجيه اللي هي المكونات بقى اللي هي السيمافورات والتحويلات وكل الاجزاء الخارجيه اللي على السكه دي بتندرج تحت بند او مسمى المكونات الخارجيه، وادوات الربط بينهم او الداتا لينك بينهم اللي هي الكابلات اللي جايه من البورد بتغذي بره. ده مبدئيا ده الهيكل الاساسي بتاع نظام الارتباط. تعال ندخل بقى في التفاصيل بتاعه الهيكل بتاعه المكونات الداخليه لنظام الارتباط الالكتروني. نظام الارتباط الالكتروني زي ما انا قلت لك احنا استغنينا عن الريليهات في النظام القديم وبقينا شغالين على الكارتات في النظام الجديد اللي هو نظام الارتباط الالكتروني اللي احنا بنتكلم عنه. الكارتات دي مهمه جدا زي ما احنا خدنا التفاصيل بتاعتها اللي هي شغاله باللوجيك جيتس. تمام. اللي انا عايزك تركز عليه من ضمن اهم المكونات الداخليه عندك في انظمه الارتباط او في اجهزه او في نظام الارتباط الالكتروني جهاز كمبيوتر الصيانه او تسجيل الاحداث او بيان الاعطاء. ده كمبيوتر بيكون موجود جوه صاله الاجهزه بتاعه نظام الارتباط الالكتروني. الجهاز ده وظيفته ايه يا شباب؟ او اهم ثلاث وظائف ليه ايه؟ تسجيل الاحداث، بيان الاعطال، تحليل الحوادث. تسجيل الاحداث اللي هو عمال يسجل كل حدث بيحصل. الصاله دي يا باشمهندس بيكون في البورد الايه؟ الصاله دي الصاله اللي فيها الاجهزه بتكون طبعًا في البرج؟ طبعا بتكون موجوده في برج الاشارات اللي موجود في المحطه. وليكن انا زي ما قلت لك على سبيل المثال لو احنا بنتكلم لو انت رحت اي مشروع من المشروعات اللي تم تطويرها سواء القاهره اسكندريه او اليوب شبين القناطر او هتلاقي البرج بتاع الاشارات اللي موجود هتلاقي صاله الاجهزه. لو دخلت صاله الاجهزه هتلاقي الكارتات، هتلاقي الدواليب اللي فيها الكارتات اللي بتتحكم في الاجهزه او بتديني بيان حاله الاجهزه اللي موجوده على السكه.
من ضمن الحاجات اللي هتلاقيها موجودة الجهاز اللي هو يا شباب جهاز اللي هو كمبيوتر الصيانة أو التكنيشن تيرمينال. أهم ثلاث وظائف للتكنيشن تيرمينال: تسجيل الأحداث، بيان الأعطال، تحليل الحوادث زي ما احنا اتفقنا. تعال نشوف تسجيل الأحداث. هنا عندنا في الرسمة دي هنا السيجنالينج ايه؟ سيجنال مانز بانيل اللي هو الفني بتاع التشغيل، لوحة التحكم يعني. خلاص، زي ما احنا عارفين في نظام الارتباط الالكتروني لوحة التحكم ما بتكونش بالأزرار زي في نظام الريليهات، لوحة التحكم بتكون عبارة بيشتغل عليها بالماوس أو الكيبورد، تكون شاشة. تمام، هو لو راح بالماوس مثلا وأعد طريق ادى أمر إعداد الطريق، الأمر طلع من لوحة التحكم هنا هينزل يروح فين؟ هنا الكارتات مايكرو كمبيوتر انترلوكينج اللي هي بيرمز لها بالإيه يا شباب؟ البروسيسورز أو الكارتات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. تمام؟ طيب، الأمر وصل هنا للكارتات وفهم الكارتات دي، فهمت خلاص إن في ده أمر إعداد الطريق. هيبدأ معنى الكارتات دي يا شباب، الكارتات دي هي اللي مسجل عليها حالة الأجهزة اللي موجودة على السكة. يعني بالفرض لو أنا جيت أدي أمر إعداد الطريق ومن ضمن الطريق اللي أنا بدي أمر ليه تراك مشغول أو تراك معطل، الأمر ده هيتنفذ؟ الطريق هيعد في الحالة دي؟ حد يرد؟ لا، لا يمكن يعد. تمام؟ هيرجع من الجهاز ده لبيان ان هو الطريق مشغول بس، خلاص. يبقى ده هيديني بيان مشغولية. يبقى بيان مشغول التراك هو ده نظام الارتباط اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، ان لو في اي عطل في اي مكون من مكونات الاشارات مش هيسمح اصلا باعداد الطريق لان الطريق هيكون غير امن. يبقى الامر هنا طلع من لوحة التحكم راح للكارتات. الكارتات في الحالة دي يا شباب هي اصلا راجع لها حالة الاجزاء اللي موجودة على السكة قدامنا دي، فمسجل عليها هل فعلا فيه هنا بيان مشغولية، هل في كسر في القضيب، هل في كابل مقطوع، هل اي مشكلة من المشاكل مسجل هنا. طيب، لا، بالفرض ان كل شيء تمام وخلاص الامر هيتنفس، هيبدأ ينزل. قبل ما بيروح على السكة يا شباب الامر ده ويتنفس، بيدخل على جهاز تسجيل الاحداث اللي انا بقول لك عليه كمبيوتر الصيانة ده، بيروح هنا يتسجل الحدث. ايه هو الحدث في الحالة دي؟ ان فني التشغيل ادى امر اعداد الطريق. طبعا ما بيتكتبش كده في الجهاز، بس الجهاز بيفهم ان تم، ان في امر اعداد الطريق طلع من لوحه التحكم. ده اول حاجه اتسجل خلاص الحدث. بعد ما بتسجل الحدث هيبدا ينزل هنا يروح يتنفذ على الاجزاء الخارجيه. يعني ايه يتنفذ على الاجزاء الخارجيه؟ يعني هيبدا هنا لو في تحويله هيتعمل لها مثلا لوك، لو في امر مثلا لو انا هدخل نفادي او حاجه هيتحول التحويل، والاشاره هتتفتح بطريقه معينه، كل الاجزاء اللي كل الاحداث اللي هتترتب على اعداد الطريق هتتنفس خلاص بره. وقفنا لحد كده؟ لا طبعا. ايه اللي هيرجع بقى بالاسهم؟ الاسهم اللي راجعه من على السكه لفوق دي معناها ايه؟ الفيدباك اللي هيجي لي من على الاجزاء الخارجيه يرجع لي تاني جوه. يعني هنا هيرجع لي ان التحويله دي اتحولت، هيرجع لي ان الاشاره دي خلاص فاتحه باللون كذا، هيفتح لي ان التراك ده خلاص امن. كل الفيدباك دي هترجع تاني ويديني ان الطريق خلاص تم اعداده. بس قبل ما بيرجع فوق بيروح يتسجل تاني فين يا شباب؟ في الجهاز اللي هو ده، اللي هو جهاز تسجيل الاحداث. يبقى الحدث تاني تسجل، يبقى الاول حاجه تسجل ان الامر طلع مثلا في الساعه كذا والدقيقه كذا والثانيه كذا، الامر اعداد الطريق. الفيدباك رجع الساعه كذا والدقيقه كذا والثانيه كذا، خلاص تم اعداد الطريق، يبقى الحدث ده تسجل. لما اجي لا قدر الله لو حصل حادثه وجيت ارجع للاحداث اللي متسجله دي، هشوف ان في الساعه كذا والدقيقه كذا هنا كان في امر اعداد طريق، وهنا فعلا تم اعداد الطريق، وهنا المزلقان اتقفل، وهنا وهنا مثلا كان في عربيه معطله، وهنا القطر جه خبط. يعني كل الاحداث دي بتحصل فين؟ في الدقيقه او الثانيه. باخد انا تسلسل الاحداث ده وابدا اعرف المشكله او الخلل كان فين، وعلى اساسها اقدر اجازي المتسبب فين في الحادث. ده باختصار شديد جدا المكونات او الهيكل الاساسي لنظام الايه؟ الارتباط الالكتروني. في اي مشكله يا شباب في الريدندنسي او مبدا التكراريه ونظام الكارتات اللي هي شغاله 2 اوت اوف 2 ملتي باي 2 3؟ اتفضل يا باشمهندس. ممكن توضح الصوره ده يا باشمهندس؟ الايه؟ تمام. بصوا يا شباب،